السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا الفيديو جديد، نهار جديد. نتمنى القاكم هذا الفيديو بصحة جيدة يا رب. اليوم غادي ندير معكم حضر معكم واحد تحلية ولا ديسير ديال الفريز. دابا عندي الفريز، وقت الفريز هذا. دابا غادي ندير هنايا واحد نص لتر ديال الحليب، حليب بارد. راه درت نص لتر، هادي راه تاع لترو، هاد البواطة تاع لترو. مين درت عيني ميزاني درتها مواتي. غادي نقطع الفريز في داك الحليب اللي عندي هنايا. الفريز غادي ندير واحد 400 غرام. الفريز سيجي زوين الا كثرتو كاع، الا ما غاديش يخسر لكم التحلية ديالكم. غادي نستمر هكا حتى نقطع لها الفريز اللي عندي، راه تتجي زوينة باردة. الا ما عندكمش الفريز في الدار تقدري ديرو تاع الكونجيل الا عندكم. غادي نطحن هاد الفريز، ندير كيما العصير ديال الفريز مع الحليب. غادي نطحن كاع هاد الفريز اللي عندي. هي طحنته، نطحنو حتى يطحن مليح يكون كيما العصير. دابا نزيد عليها جوج المعالق ديال النشا مايزينا. ولا ديروا غير معلقه ونص الا ما كثرتوش الحليب. السكر على حساب، انا درت واحد 3 د المعالق، الا بغيتو 4 على حساب. واحد الفلان هنايا ديال الفاني، مي الا عندكم الفلان ديال الفريز سيجي فيه زوين، تيجي لذيذ في الفلان ديال الفريز. انا ما عنديش، عند هاد الفلان يكون درت فيه 3 د المعالق. الباكي تاع الفلان راه فيها 30 غرام. دابا غادي نخلط هاد الخليط اللي عندي حتى يخلط فيها يخلط فيه كاع داك النشا اللي درت وداك الفلان، يخلط مليح باش ما يكونش فيه الكويرات هذوك. دابا غادي نديه فوق العافيه، نديرو نشعل ليه ونحرك نحرك بداك المعلقه حتى يعقد لينا هاد الخال هاد لاكريم هذا. حتى نسيه حتى نشوفوه ثقيل، من بعد نطفي عليه. دابا غادي نعمروه في هذا، خليته حتى برد ليا شويه. نورمالمون خصني نخويه ملي كان باش نهز الكاسرونه، بعد نخويه في الكيسان. خليته حتى برد، سي بوغ سا جاليني شويه ثقيل. دابا غادي نعمروه في هذا الكيسان اللي عندي. راه ساهل التحليه، راه ساهله. دابا عندي لا كريم شانتيه هنايا، طلعت لا كريم شانتيه مع السكر ودرتها. اي واحد يعرف يدير لا كريم شانتيه، سي بوغ سا ما صورتهاش، ساهله. وعندي درت واحد الكولي دو فريز هنايا، درت الفريز حتى غلا شويه في الكاسرونه، طحنته مع السكر حتى ولا ليا السيرو دو فريز كما يقولوا كولي دو فريز.
كما الكراميل. ها هي التحليه ديالي كملتها، نخليها حتى تبرد وبالصحه والراحه. نتمنى ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه يوصلكم كل شيء جديد اللي درت. شكرا على المشاهده.